مساء الخير مرة أخرى. ترحيبات حارة لكل طاقم المركز الإفريقي لدراسات الاستراتيجية. كيف يمكن يكون توسيع سبل الوصول إلى العدالة مهن للأمن؟ وأنا الدكتورة كيلي، وأنا عميدة المعوضة لمركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية. إنه من دواعي سروري أن أفتح هذه الندوة، إنها الرابعة من الندوات التي تدور حول قطاع الأمن في إفريقيا. طبعا يتم تعريف الوصول إلى العدالة كعنصر أساسي لسيادة القانون، لجانب قواعد ومبادئ واضحة ومتسقة لتطبيق القوانين التي تدعم الحقوق والحريات الأساسية. من المهم أن ننظر إلى أنظمة وظيفية للضوابط والتوازنات. إنه من المهم أن نعرف إلى أن هذه الندوة وفيها المتدخلين سوف يتكلمون عن بعض الأمثلة من بلدان مختلفة بطريقة توسيع سبل الوصول إلى العدالة، وأيضا عبر كثير من الطرق التي تؤدي إلى وصول المواطنين إلى العدالة، من خلال المحاكم المحلية وحل النزاعات بالطرق البديلة إلى التخفيف دوافع انعدام الأمن وتعزيز وفاء قطاع الأمن واجباته تجاه الأشخاص. سوف نتحدث عن كثير، عن القضاة، عن المحاميين، عن كل طاقم العد الذي يعمل في إطار العدالة، عن المنظمات الحكومية والمجتمع المدني الذي يعمل من أجل الوصول إلى العدالة. سوف نتحدث عن حل النزاعات، وأيضا عن بعض البلدان الذين قاموا بوضع تدابير مهمة جدا. نحن نعمل في إطار الحكامة، وفي هذا المجال هناك روابط التي سوف نضعها على خانة الدردشة، وكل هذه المعلومات سوف تكون ممكنة لكم. قبل أن نبدأ سوف أعطي الكلمة إلى مديرتنا السيدة أماندا. تفضلي الكلمة سيدتي. مرحبا بك. شكرا. بون ديا، بونجور، صباح الخير، السلام عليكم. شكرا جزيلا. أتمنى لكم يوم سعيد من طرف مركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية في واشنطن دي سي. نحن سعداء اليوم أن ننضم إليكم وأن يكون ضمننا متدخلين مهمين الذين سوف يتكلمون عن توسيع سبل الوصول إلى العدالة. لدينا كثير من الأعضاء من أكثر من 50 بلد الذين تسجلوا في هذا البرنامج. لدينا كثير من المشاركين. سوف يكون موضوع أو مناقشة مهمة جدا. أنا أماندا دوري، وأنا مديرة جديدة في مركز إفريقيا. لقد انضمت في يوليوز من هذه السنة. فقط لأذكركم عن مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية للذين ليسوا أعضاء. لقد نظم المعهد منذ 20 سنة. نحن مجموعة تفكير ونقدم برامج أكاديمية وأيضا تفاعلات مهمة مثل التفاعل الذي سوف نشارك فيه اليوم عبر شراكات بين الولايات المتحدة والبلدان الأخرى. تصورنا هو أن نعمل مع معاهد تتميز بالمسؤولية، وبرنامج اليوم هو ضمن هذا التصور، ومنهجنا فيه يضم مناقشات وتقديم حلول استراتيجية. قبل أن أترككم سوف أضع بعض الروابط من أجل المنشورات و www.africacenter.org. هناك منشورات أيضا جديدة من كينيا. لدينا مقالة عن تطورات بعض العناصر المتعلقة بالعنف، وأيضا هناك منشورات مهمة جدا على هذه الروابط عن قضائية بعض المعلومات الخاطئة وكثير من المواضيع المهمة على هذه الروابط. الآن سوف أعطي الكلمة إلى الدكتورة كاكيلي. شكرا جزيلا لك السيدة أماندا. الآن سوف أقدم المتدخلين. هم يأتون من قارة إفريقيا، لديهم خبرة، هم محنكين، لديهم خبرة واسعة. لدينا طبعا كان كوالي الذي هو من الجامعة الحربية من مراوي. لقد كان في قاضي في
في القوات الدفاع المنوية، ولقد كان أستاذ ممتاز في القانون الدولي والعلاقات الدولية في University of Pretoria، وكان أستاذ في لاند يونيفرسيتي، لقد كان في هارفارد كندي سكول، ولقد كان مستشار قضائي في مهمة الأمم المتحدة في الكونغو، وكان قبل ذلك زميل أيضا في الوار كوليدج. هو اليوم في الولاوي وهو يعمل في لجنة القانون الدولي وحصل على لحماية حقوق الإنسان في إفريقيا. لدينا الدكتورة مارتا موتيسي، وهي تعمل بشكل مباشر على الوصول إلى قضايا العدالة في شرق وجنوب إفريقيا في عملها الحالي، تعمل في إطار الحكامة في نزاع حل النزاعات، هي في تعمل في الحكومات الوطنية والمحلية والزعماء التقليديون والدينيون، وأيضا تعمل في نيروبي في مركز الأبحاث. لقد قدمت كثير من السندات وبعض البحوث المبنية على الدلائل، ولقد ساعدت كثير من موارد البحوث التنمية للدولة والتدريب وتأثير السياسات وتصميم البرامج وتنفيذها وإدارتها في مجال السلام والأمن والحكومة والتنمية. عملت موتيسي مع أصحاب المصلحة المتنوعين بما فيها الحكومات الوطنية، الزعماء التقليديين والدينيون. أيضا عملت لها دكتورة في من جورج ميسون يونيفرسيتي في حل النزاعات. وأيضا في آخر المطاف لدينا لوري نوكسون، الذي هو رئيس فريق مكون إلى العدالة في مشروع العدالة المالية. لقد عمل في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أيضا عمل في سنوات عديدة في الخبرة في ليبيريا في ما بعد الصراعات وحل النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي، وعمل في الماضي وهو ممارس مقدم وجذاب وقادر على أساس الخبرة. لديه معرفة عميقة في لقد كان في مدير في مالي، ولقد دعم ساعد البلدان بالفترة الانتقالية، وأيضا بمنظمات الحكومة الدولية، وإقامة كثير في حل النزاعات. لقد عمل في كارتر سنتر بالنسبة لولوج القضاء، وأيضا عمل في مجال الولوج إلى القضاء. لقد عمل في كثير من العلاقات الدولية. أود أن أرحب بكافة المتحدثين، وسأحول من كل إلى كل واحد منكم، والكل واحد يمكن أن يقدم شيء لربع ساعة لكل واحد. أنا بالذات يسرني أن أقدم هذا المجموعة من الخبراء لأنهم يمثلون جوانب مختلفة على كيفية توسيع الوصول إلى العدالة والإجراء كلها. فلوري هو متمرس في القانون وعمل عدل هذا المجال في نواحي كثيرة، وفي مالي مثلا بالضمن، مش حتى توسيع الوصول إلى العدالة لكسر العبودية الموروثة في الأجيال والعنف المبنية على الجنس مثلا. مارثا باحثة اجتماعية تعمل على القانون الدولي، ولديها مهارات في حل النزاعات الواسعة، ولديها معرفة وخبرة في على مستوى القارة الأفريقية كلها. والجنرال كوالي والعميد كوالي هو أستاذ متمرس ولديه المنظور العميق من ناحية العدالة العسكرية، وأيضا كأستاذ قانوني. فقبل أن أحول الكلمة إلى كل واحد منكم، أحب أن أقول أنه نقطة جوهرية حول موضوع الأمن وربطها مع الأكسس لجاستس هي المكون هو التمكين القانوني، التي هي عامة يمكن للجميع أن يحاولوا أن يسعوا وراءها كي نفهم المواطنين على كيفية الوصول إلى منافذ القانون. يا إما نتحدث عن القانون المدني أو الجنائي أو العسكري. الفكرة فيها رفع مستوى الوعي وبناء السعة والقدرات للمواطنين على أن يتأكدوا بأنهم يمارسون حقوقهم مع المعرفة الكاملة ومعرفة كيفية يعني حال المشاكل القانونية المختلفة. فقد تكون هذه محاكم دولية أو محاكم محلية أو توسط أو مفاوضة أو الجهات الغير قانونية الرسمية لحل النزاع. نحن هنا اليوم كي نناقش كيف التمكين القانوني مهم جدا للأمن،
للمواطن لسلامة المواطن وأمن المواطن، فهي مهم أن يكون لديك المعلومات الكافية والمصادر التي نحتاج إليها كي يختاروا الوسيلة الأفضل لحل النزاع لاتخاذ القرارات التي يسعون وراءها عبر مدى واسع من المؤسسات التي فيها قوة وضعف في الهيكل القانوني. أولها، أنا كان عملي البداية كان في مع لوري. أنا دعمت بعض البرامج التي تمولها الحكومة الأمريكية في أفريقيا، جمهورية أفريقيا الوسطى، وكان أحد المجموعات الذين كانوا داعمين لها ناس يعملون كقانونيين اجتماعيين، خاصة بالنسبة للفقراء والمهمشين الذين يتخذون قرارات خاطئة كثيرا ما حول أي وسيلة قانونية يستعملونها لحل مشاكلهم. فالقانونيين الاجتماعيين يأتون ويخدمون، ويمكنهم أن يواصلوا بأفضل الطرق وأنسب الطرق حول إيجابيات وسلبيات الوسائل القانونية كمنتديات لحل المشاكل والنزاعات، حيث كثير من الناس قد يكون لديهم أساليب تقليدية لحل النزاعات أو بأنفسهم أو الأسر. كثيرا ما لا يتوصلون إلى أساليب مفيدة أو فعالة، فلذلك الناصحين المستشارين القانونيين يمكن أن يعطوا النصح للمواطنين للوصول إلى أفضل الطريقة في المحاكم الوطنية أو أساليب التفاوض الرسمية، فهذه قد تكون طريقة فعالة لتوسيع الوصول إلى العدالة عندما تلك النماذج الأبسط الاجتماعيين لا يتوصلون إليها وأن يستعينوا بالنظام القانوني. وهذه في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث الاجتماعيين القانونيين يبذلون الجهد لرفع مستوى الوعي العام للشعب، يا إما من النزاعات حول الأراضي أو المالية أو حتى بعض المشاكل التي الناجمة من العنف. نرى شبكات كثيرة من الكثير من هذه الهيئات توفر معلومات كثيرة ثرية في المنظومة الاجتماعية العدالتية، وكيف إنها تكافئ بعضها البعض لتكملة الصورة الإجمالية، حيث في بعض المرات النظام القضائي تتهشم وتنهدم من خلال نزاع إقليمي معين، وكيف إنها قد تحل محلها لفترة من الزمن لحل النزاعات، وهذا ما رأيناها في أفريقيا الوسطى، جمهورية أفريقيا الوسطى. فأنا متأكد أن لوري ودكتور مارثا والعميد كوالي سيغطون هذه النقاط في العرض، لكن حبيت أن أعرض هذا الجانب للجميع كي تعرفوا ما هي المدى. فبهذا أعتقد هذا ستكون مكان جيد لأول المتحدث جاءت لوري ماسام. فلوري، أعطيك ربع ساعة، هل يمكن أن تتحدث عن أنت قمت بالعمل الكثير لتوسيع العدالة للجميع في بلدان مختلفة في ليبيريا ومالي، فكيف وجدت القطاع الأمني والمجتمع المدني والجميع اللاعبين عملوا لتوسيع الوصول إلى العدالة، وما هي نتائج الصلبة الملموسة أعطت إلى حل النزاعات؟ عندما تخاطب هذا في دقائق، هل يمكنك أيضا أن تعطي تعليق عن السبل التي فيها يمكن للمسؤولين على أن يعطوا ويلعبوا دور إضافي لتقويتها، لأننا لدينا كثير من الناس المستمعين الذين هم في الجانب الأمني يعملون. فسأضع ربع ساعة على الساعة، لو سمعت زر الجرس فيبقى لك دقيقتين كي نكون مواظبين على التوقيت والوقت. شكرا جزيلا كات، شكرا للدعوة لهذا الاجتماع المهم. أنا أحيي جميع زملائي وأحيي المديرة بالإضافة إلى كارولاين التي هي قامت بإجراء كل الجانب اللوجستي وكل المشتركين الذين كرسوا الوقت للانضمام إلينا. شكرا جزيلا للسؤالين. أنا أعتقد إنه في غضون ربع ساعة سأحاول أن أشاطر خبرتي مع الجمهور في هذا الندوة. أول شيء يجب أن نتذكره أنه عامة اللاعبين في هذا القطاع عادة في نزاعات وفي علاقات معقدة
مع الذين يتعاملون في النظام القضائي وفي الفقوة التي أنا عملت فيها في ليبيريا ودي آر سي ومالي. وهذه البلدان لديها خصائص ومكونات، يا يعني إما بلدان خارجة من النزاع أو هي بلدان تمر بنزاعات حالية، وهذه هي الحالة لمالي والدي آر سي الكونغو. فاللاعبين الذين هم على الخطوط الأمامية في تصدي لموضوع حقوق الإنسان هم عادة لاعبين يعملون على قد يكونوا من صفوف الجندارم أو الجنود من الجيش أو حتى ضباط الشرطة في ليبيريا مثلا. القصص التي حكيت وقدمت هي عن قضايا حول خروقات كثيرة تحصلت ضد المواطنين وارتكبت من قبل الشرطة الذين هم على أساس هم الذين يحمون المواطنين، وتركيبات مختلفة قد تظهر في مالي لناس مستهدفين مثلا على سبيل المثال فالجيش والشرطة، لأن هذه الأقلية العرقية تعتبر مثلا في البلد هم يعتبرون الناس الذين يتواطؤون مع الجهاديين. فهذه الخروقات تجاههم التي تأتي من وصمة غير صحيحة، وهي النقطة أنه عندما يتعافى البلد مع الوقت اللاعبين الذين الأطراف الذين ارتكبوا هذه النوع من الخروقات يأخذوا وصمة معينة، فهنالك الكثير من الثقة التي تلعب دور هنا، وتصبح صعبا للأطراف اللاعبين هذه أن يعيدوا الثقة في المجتمع. ولهذا الجمهور تتوجه نحو اللاعبين أو الأطراف الأقل خلافية الذين يفهمون أكثر الواقع، وأولئك الأطراف ما بين ناس كثيرين عادة لديهم سلطات تقليدية، مثلا المساعدين القانونيين التي ذكرتهم كات، ومنظمات المجتمع المدني أيضا كلاعبين والذين يفهمون المجتمع الذين يعملون فيها. لأنه يجب أن نقول أنه إذا كانت الكونغو أو ليبيريا أو مالي فهذه البلدان لديهم تعددية قانونية مركبة ومستويات قانونية متراكمة على بعضها البعض، كله تعودها إلى زمن الاستعماري الفرنسي مثلا أو البلجيكي مثلا بالنسبة للكونغو. لكن العبيد الأحرار الذين جلبوا معهم النظام القضائي الأمريكي، فبهذا هذه البلدان لديهم هذه الأساليب القانونية الموروثة من زمن الاستعمار، ولديهم أنظمتهم المحلية لحل النزاعات لتأمين الأماكن المناطق الجغرافية. فهنالك هذين الجانبين المتقاطعين أو فيتصادم الأنظمة في بعض الأحيان. في السنوات 15 سنة الأخيرة حاولنا أن نعمل من أجل إيجاد أنظمة لتأسيس توحيد أو ثبوتية في الأساليب المتبعة القانونية، حيث يمكن التعداد المحلي أن تكون وضعها أحسن وتستفيد أكثر. فحل النزاعات تحصل خلال هذه الأنظمة المحلية بسبب الانعدام أو الافتقار إلى الثقة الحكومية. وضعنا أو أنشأنا عدة برامج قانونية التي فيها من خلالها الجماهير وصلوا إلى معلومات حول القانون وكيفية معرفة الدفاع عن أنفسهم أو الحقوق التي لديهم خلال القنوات التقليدية القانونية عبر المحاكم. فهذه البرامج الشبه قانونية توفر حلول آليات حل للنزاعات. وأنت تذكرت موضوع التوسط أو توسيط، وهناك نسبة عالية تحصل منها على مستويات متعددة على مستوى فردي أو على مستوى المجتمع، فهذا يعطي الكثير بشكل إيجابي من أجل تأسيس أو ترسيخ السلام في تلك المجتمعات. ويجب أيضا أن نذكر بأن
حتى الافتقار إلى الثقة التي ذكرتها في البداية نحو النظام القائد التي كانت تتمثل بالجندرمية أو الشرطة، فالجماهير يجدون لأنفسهم السبل لحماية أنفسهم محليا ومن أجل تأمين مناطقهم الجغرافية عبر البلد، وهذا يحصل عن طريق المجموعات الدفاع المحلية التي تلعب دور مهم في تأمين هذه المجتمعات. وكثيرا ما هذه المجموعات الدفاعية لديها روابط قبلية أو عرقية إقليمية، وهذا شيء طبيعي لأن أفريقيا هي بلد أو عفوا قارة مبنية على هذه الأعراق والإثنيات. فهذه المجموعات تعمل ضمن مناطقها الجغرافية من أجل الدفاع عنها أو عن تلك المناطق أو الدفاع ضد مجموعات مسلحة مثل الجهاديين وحتى ضد حكوماتهم. فهذه الاعدادات تثق بهذه المجموعات الدفاعية أكثر من الشرطة أو الجندرمية. وكما قلت في البداية، هذه الأطراف الرسمية الأمنية لديهم صورة سيئة موروثة بسبب التاريخ الموروث التي مارسوا فيها التمييز والخروقات والاعتداءات، حيث هم أنفسهم المخترقين لهذه النوع ويصبحون المولدين للنزاع. فالحقيقة هنا هي أن اللاعبين الذين يحاولون دور لعب القانون البديل أو السلطات القانونية يلعبون دورا مهما في توسيع الوصول إلى العدالة والأمن لجميع أطراف المجتمع. وعندما نصل إلى مرحلة ما بعد الأزمة أو النزاع، حيث نصل إلى مرحلة إعادة البناء، فالأطراف كلها في كلا الحالتين يجدون السبل لمخاطبة بعضهم البعض وأن يتعودوا على بعضهم البعض وأن يعملوا مع بعضهم البعض. لدينا حالات فيها القانونيين يحولون القضايا إلى الشرطة أو الجندرمية، ولدينا قضايا أو الشرطة أو الجندرم يحولون البعض من الناس وقضاياهم إلى مكاتب قانونية الذين قد يقومون أن يستعينوا بالتفاوض ومفاوضين لحل النزاع. وفي حالة مثلا متعلق بقضية زواج وفيها نزاع مثلا، فالأشباه القانونيين يمكنهم أن يستعينوا بخبراتهم لحل هذه. فهذه عبارة عن حلول محلية، آليات محلية يعني غير راسخة في القوانين الرسمية لكنها سائدة في المجتمع، وأيضا من أجل تأمين أنه الجماهير يحصلون على سبل مختلفة للوصول إلى العدالة في المجتمع. فلهذا في حالات الحوار تكون غير ممكنة، الحالات التي فيها الشرطة أو الجندرمرية والمحاكم لا تقوم بعملها بشكل جيد، لاحظنا أن المجتمعات يمكنها أن يضعوا أنفسهم في وضعية أنسب. مثلا في مالي لدينا قوات دينية رسمية تحاول أن تشجع المجتمع أن لا تتعامل مع الشرطة أو مع القواطع الرسمية الأخرى أو العرقية الأخرى والأسر الذين يتوجهون نحو الشرطة ونحو المحكمة والجندرمرية، وكأنها بمثابة يعني جريمة من نوع ما أو تعدي غير مقبول، وهذا عنصر قد تدفع بالمجتمع كي قد تستأصل أو تعزل أو تهمش هذا الشخص الذي استعان بالقنوات الرسمية. لأنه لواحد من مالي مثلا، مواطن مالي، هنالك آليات لمن أجل حل المشاكل داخليا. مثلا إذا هنالك الجلي والتي هي عبارة عن صوت قوي لحل النزاعات على المستوى المحلي الاجتماعي، مثلا يستعملون نظام العيب، يمكن أن تعطي الفرصة
للذي ارتكب الخرق أن يعتذر وأن يحاول أن يصلح من أفعاله. فهنالك آلية أخرى تقليدية لحل النزاعات، حيث في المجموعات الأرقية يمكنها أن تخاطب بعضها البعض وأن تحكي لبعضها البعض الحقائق في مجالس. فهذه الآليات التي تم علمتها في منطقتنا لحل النزاعات، وإذا شخص ما أو آخر يترك هذا النزاعات لتوجه نحو المحاكم مثلا، فعادة يهمش أو يعاقب بالتهميش. ومن المهم أن نركز على هذه الجانب، لأن الآليات مهمة للمجتمع، كون أنه الجندرمرية والشرطة كثيرا ما يرتكبون أفعال التي تقلل من شرعية مقامهم ما بين الجماهير. ففي مراحل ما بعد النزاعات مثل مالي ودي آر سي وليبيريا، فمن المهم اللاعبين على المستوى القانوني والقضائي وبالذات الأطراف الأمنية مثلا الشرطة أن يفهموا بشكل أحسن أجواء عملهم. ومع ذلك تحاول أن تحول شرطي إلى مخفر محلي في القرية أو البلدة، عليك أن تدرب وتعلم تلك الشرطي المفاهيم الإقليمية المحلية في المنطقة، لأن أولئك الأفراد سيتخذون القرارات والأفعال وقد يخترقوا المفاهيم والأعراف، فهذا ستغير موازين القوة وتولد احتكاكات. فهذا يأخذني إلى التحدث إلى الشرطة. أنا أظن أن هذا النموذج الذي يعمل جيداً عبر الشرطة المجتمعية وعبر النماذج المختلفة التي تمكننا من تحسين وتطهير الشرطة، كان الأمر متعلق بالدرك بالشرطة، لأننا نعطيهم الأدوات الأساسية التي تمنحهم من القبول أو من أن يقبلوا من طرف المجتمع. الشرطة المجتمعية تفتح المجال للشرطة والدرك من أجل التواصل بطريقة أحسن ضمن المجتمع. لدينا بعد الاجتماعات مع الشرطة مع المجتمع من أجل شرح أدوارهم عندما يكونون موجودين، وأيضا هذا يمكن من المجتمع من أجل فهم دور الشرطة بشكل أفضل لتحقيق الأمن، وهذا حسن مفهوم النظام القضائي من طرف المجتمعات من طرف أفراد المجتمع. هذا يعطي للمجتمع حق هذا القبول. دقيقة من فضلكم إذا بإمكانك تلخيص أقوالك سيدي. شكرا. سوف أتجه إلى السؤال الموالي. من المهم أيضا أن أتكلم عن الشرطة المجتمعية، لأن هذا هو العنصر الأساسي من أجل تحسين مستوى الثقة بين الأفراد المجتمعات للشرطة. كنت أود أن أركز على ذلك. بخصوص أدوار الجهات الفاعلة أو للأمن، هذه الجهات الفاعلة لها دورين أساسيين. أولا هو تحقيق العدالة، تأمين الأراضي، وأيضا تمكين العدالة أو أن تسود سيادة العدالة. إذن كل جهات الفاعلة للأمن هم يشاركون بطريقة رسمية أو غير رسمية. إذن سوف ألخص ذلك بمفهوم رابع. هناك شراكة و تنسيق وأيضا وقاية، هذا مهم جدا. الجهات الفاعلة دورها هو تأمين الأراضي، وهذا سوف يمكن العدالة من أجل التمكين أو الأداء مهمتها. وتأمين الأراضي التي هي غير مؤمنة من طرف الحكومة، وهذا نعرفه.
الحكومة لها دور أساسي من أجل تأمين هذه الأراضي. فالجهات الفاعلة يمكنها تأمين هذه الأراضي أولاً وقبل كل شيء، كما ذكرت من قبل، وهذا ضمن التدابير الوقائية. أيضاً بخصوص النظام القضائي أو نظام العدالة، من المهم الجهات الفاعلة الشرطة الدرك يجب أن يكونوا على دراية بالقانون، كل القوانين، من أجل أن يعرفوا كيف يمكنهم أن يكونوا مزودين بالطاقم الأداري، أن يكون هناك تمويل، وأن تتوفر الموارد الأساسية. يجب أن يعرفوا وأن يكونوا على دراية بكل القضايا الموجودة في مالي وفي كثير من البلدان. أفراد الشرطة الذين لا يكونون مدربين ولا يتوفرون على الموارد الإدارية والموارد المالية، فلا يجب أن نندهش أن تكون هناك مشاكل وقضايا أساسية في الجهاز العدلي. بخصوص الشراكة، أود أن أقول أن هذا عنصر أساسي. نحن في مرحلة قمع، ويجب أن تكون هناك شراكات ما بين أصحاب الجهات الفاعلة، ما بين الجهاز القضائي، ما بين الشرطة، وأيضاً ما بين أصحاب العدالة التقليدية وكل الجهات الفاعلة، لأنه من المهم أن تكون أفراد هذه الجهات الفاعلة كلهم منسقين، لأن هذا عنصر أساسي بالنسبة لنجاح كل التحركات جهات الفاعلة للنظام الأمني. يجب أن 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 تعمل معي، يجب أن تعمل بطريقة مستقلة أو معزولة. إذا أردنا تجنب أيضا بعد ظهور بعض الجهات الغير الجيدة، فيجب على الدرك والشرطة أن يتواصلوا بطريقة أحسن ضمن المجتمع ومع المجتمع الذين يعملون فيه. بالنسبة لي هذه هي النقاط الأساسية. لا أود أن أرجع إلى ما قلته قبل، هذه هي النقاط الأساسية التي كنت أود أن أشاركها معكم. كتلخيص، أظن أن الولوج إلى العدالة، الوصول إلى العدالة، يمكنها أن تكون ناجحة وناجعة فقط ضمن أصحاب المصلحة، ولكن يجب أن يتصرفوا بطريقة صحيحة. يجب أن يكونوا على دراية للأدوار الذين يلعبونها داخل الجهاز القضائي. شكرا جزيلا لمشاركتك التعليقات أو الملاحظات، إنها ملاحظات وجيهة. أنا أعتقد أنك تحدثت عن العلاقات ما بين المساعدين القضائيين، ما بين الشرطة المجتمعية، أخص بالذكر، من أجل التأكد على أن أفراد المجتمع يستطيعون العمل يداً في يد، وأن هناك تعددية ثقافية في البلد. شكراً. هناك سوف نرجع إليك في حصة الأسئلة والأجوبة. الآن سوف أدير انتباهي إلى الدكتورة مارتا. أود أن أسألك نفس السؤال، هل يمكنك أن تعطينا فكرة عن شرح كيف يمكن للوصول إلى أنظمة العدالة في الدولة وتعزيز الآلية البديلة توسية المذيع أن يمنح مختلف أشكال العنف السياسي؟ كيف يمكن، طبعا يمكن كما قلت، توسيع الوصول إلى أنظمة العدالة في الدول وتعزيز الآلية البديلة تسوية المنازعات أن يمنح مختلف أشكال العنف. شكرا دكتورة كيلي لهذا السؤال. سلامات لكل أماندا دوري، للمحاضرين ولكل أعضاء مركز إفريقيا الدراسة الاستراتيجية.
بالنسبة للسؤال الذي طرحته الدكتورة كالي، النقطة الفاعلة هي أن نعترف أن الوصول إلى أنظمة العدالة يبقى دائما متميز بالتحدي، خاصة في الولوج في مختلف بلدان العالم. لقد في 2016 لاحظنا على أن أكثر من 4 ملايير شخص في العالم ليس لديهم ولوج إلى العدالة، لا يتوفرون على أنظمة، والأنظمة تبقى غير، لا يستطيعون الولوج إلى هذه الأنظمة، وأن هناك قضية أساسية وهذه مكلفة أيضا بالنسبة لتوسيع الوصول إلى أنظمة العدالة. أصبحت واحدة من الأدوات الأساسية من أجل تعزيز آليات البديلة وتحقيق الاحترام بين أفراد المجتمع. بالنسبة لي وعلى بناء التجربة تجربتي الخاصة، توسيع الوصول إلى أنظمة العدالة يجب أن يكون دائما أداة أساسية، لأنها تساعد على فك النزاعات وتحقيق السلام. سوف أبدأ بالحديث عن بعض البلدان حيث فيها نزاعات، وحيث الأنظمة أو الولوج للقضاء فك في جنوب السودان على سبيل المثال أو صوماليا، هناك بعض نماذج العدالة التي كانت متأثرة من النزاعات، وأصبح من الضروري إبداع وخلق واستكشاف مسارات من أجل الوصول إلى العدالة. لقد رأينا على غرار الاستراتيجيات بعد عمليات بناء السلام، كعمليات بناء السلام للأمم المتحدة في جنوب السودان، وأيضا بعد المهمات في السودان وصوماليا، يعترفون بأن هذا أنه يجب أن تكون هناك نماذج محلية لتوسيع الوصول إلى القضاء، وهناك أيضا اعتراف بفكرة على أنه من المهم العمل مع الرؤساء ومع قادة محليين من أجل الوصول إلى أنظمة العداء. أصبح هذا مهم جدا في إطار التصور وتوسيع الوصول إلى أنظمة القضاء. أولا، لماذا يجب العمل مع هذه المعاهد؟ الجواب هو أنه من المهم فعل ذلك من للعمل مع المجموعات، وهي استراتيجية أيضا إلى جانب ذلك، استراتيجية مهمة أنها وتأخذ مسار أو نموذج يمكن من الاعتراف بهذه الاستراتيجيات، خاصة في مراحل ما قبل بعد الاستعمار. في موسوماليا على سبيل المثال عملنا بطريقة مكثفة مع طاقم مع الإداري أو القضائيين المحليين، وصممنا برامج عدالة مجتمعية، حيث قمنا برفع الوعي ومسارات رفع الوعي ضمن النساء وضمن الأفراد المجتمع لرفع الوعي بخصوص الحقوق. في مجتمعات تتميز بالتوثر، توسيع الوصول إلى أنظمة العدالة يستمر في كونه وجيه جدا، خاصة في بعض البلدان التي تواجه قضايا مهمة. في بوروندي على سبيل المثال، واحدة من المشاكل التي يواجه هذا البلد في أجندتها ما بعد الاستعمار هي أنه الأفراد الخارجين عن بوروندي والذين يودون الرجوع إلى البلد يواجهون بعض النزاعات على مستوى الأراضي، فيودون الدفاع على الأراضي التي أخذت منهم وسلبت منهم. والحمد لله الولايات الأمم المتحدة عبر المفوضة حقوق الإنسان وعبر منظمات المجتمع المدني
وبعض اللجنات المحلية للأراضي ساعدت في هذا المجال واعترفت أنه هناك حاجة إلى مؤسسة الوصول وتوسيع الوصول إلى أنظمة القضاء، وعبر الوساطة، عبر أنظمة الوساطة في بين المجتمعات استطعنا توسيع الصلح أو تأمين الصلح، أيضا تحت تأمين بعض الاحتياجات الاجتماعية من أجل ضمان حقوق هؤلاء الأشخاص البرونديين الذين كانوا بعيدين عن بلدانهم. هناك UNCR، أيضا مفوضة الأمم المتحدة، صدرت رمز من أجل عبر رموز كثيرة من التي أنتقيت من طرف المجتمعات بفضل نزاهتها. إذا سمحتم لي أود أن أقول أنه كل هذا كان ضمن وقاية من النزاعات المستقبلية. إذن الوصول إلى العدالة يعزز الولوج إلى الأمن، خاصة في إطار التدابير الوقاية لصالح كل المحتجزين وأيضا اللاجئين. أود أن أقول بالإضافة إلى ذلك أنه توسيع في إطار توسيع الوصول إلى أنظمة العداء، هناك حاجة إلى نماذج تعددية وعمليات بناء السلام. في كينيا على سبيل المثال، كل مثلا طاقم الشرطة المجتمعية والبنى التحتية واللجان تعمل في هذا المجال، وأيضا المساعدون القانونيين، مساعدين القانونيين هم موجودين من أجل تغطية الفرق أو الفارق في مجال هذا الوصول إلى القضاء. الرمز حديث في إطار هذا المجال مهم جدا. إذن توسيع الوصول إلى أنظمة القضاء بإمكانه أن يكون ممكن من طرف المجتمعات، وهذا يساعد توسيع الوصول إلى أنظمة القضاء، يساعد على تعزيز العلاقات، مبادرات الشرطة المجتمعية على سبيل المثال، نجد أنها منصة مؤسسة حيث فيها الشرطة والدرك وتطبيق القانون، مجتمعات والقادة المجتمعيين، جماعات مثل النساء، وتلتقي من أجل الحديث عن الأمن وتبني بعض الحلول الأساسية من أجل الوصول إلى أنظمة العدالة. كل هذا يعزز ثقافة النقاش، التواصل، وأيضا هو مهم بالنسبة لوضع استراتيجيات أهمية. خلاصة القول هو أنه توسيع الوصول إلى أنظمة العدالة مهم جدا، ويعزز مشاركة ديمقراطية لأفراد المجتمع. وأيضا رأينا في بلدان مثل كينيا، بسبب جعل الآليات هذه دستورية خلال التواصل من أجل الأمن وتنشيط المجتمع المدني، هنالك وسيلة فيها يمكن للآليات أن تعدل وتصحح نفسها في حالة مثلا إساءة استعمال القوة، وفي حالات مثلا عندما يبالغون أو يفرطون في استعمال قوتهم. مثلا في أوائل أيام كوفيد، عندما كان في رد فعل مباشر حول فرض قيود الكوفيد، لكن بسبب وجود الشرطة الاجتماعية وآليات مثل اللجان الشعبية، فهذه الآليات حلت بسهولة قبل أن تتفاقم وأن تتحول إلى مشكلة كبيرة. فالشرطة حصلوا على معلومات سريعة من المجتمع المحلي كي يعرفوا أحسن السبل لتطبيق القيود الخاصة بكوفيد.
لأنهم مؤسسات موجودة ومغروسة بشكل أعمق ما بين نسيج المجتمع، وهي آليات مرنة يمكن تعديل نفسها وتصحيح أخطاؤها، وهي تصغي إلى كلمات وآراء المجتمع. فمن ناحية وجهة نظري تحليليا، فمن تحليل البلدان الموجودة في المختلف، فالوصول إلى العدالة هي آلية لا تؤدي فقط إلى ترسيخ الأمن، وإنما يمكن استعمالها، فهي كنوع من المعالج للشقوق الاجتماعية مثلا، فقد التي لو لم نحلها تزيد من الفجوات ما بين شرائح المجتمع. فمثلا كوفيد بحد ذاتها كانت وسيلة استغليناها لفتح قنوات الحوار ما بين كافة أطراف المجتمع، وأن نعمل مع وجهاء المجتمع، القادة الدينيين، القادة الإقليميين، من أجل ترسيخ المفاهيم الوقاية من الكوفيد. أيضا توسيع الوصول إلى العدالة مهمة للأمنيين، لأنها تولد مؤسسات ذات ثقة في المجتمع. فعندما احتياج المجتمع تؤخذ في نظر الاعتبار بغض النظر عن كافة مستوياتهم الاقتصادية، كثيرا ما أيضا يكونون قادرين على أن يحسوا بالإمكانية للتعامل مع مشاكلهم وتحدياتهم التي قد تواجههم في المجالات الأمنية. في بلدان مثل محدودية في الوصول إلى الوسائط القانونية، ف الإجراء القانوني عادة تستعمل من أجل الاستجابة للفجوات التي تعرف. مثلا في كينيا الأشباه القانونيين الذين يدعمون من قبل منظمات المؤسسة الكتيبة ومنظمات أخرى، فهم يلعبون دور على 3 مستويات. أولا يلعبون الدور رفع مستوى الوعي وحقوق الإنسان وحقوق الفرد، ولكن أيضا يلعبون دور المحامي، حيث يرافقون وكلائهم إلى المحكمة. ورأينا كثيرا أن أشباه القانونيين كثيرا ما أحدث نوع من التغيير القانوني الإصلاحي مثلا، وخلق تغيير في المنظومة الموجودة. فمثلا في حالة رواندا، عندما عفوا مارتا على المقاطعة، لديك دقيقتين فكملي الفكرة ونتواصل. بالتأكيد، فأنهي كلامي بقصة رواندا، حيث الدولة عبرت بصراحة على أنه العدالة والوصول إليها شيء رسخت من نظام البلد، ولأنه في فترة من الفترات مر بها أنه عادة السلام لا تبدأ من ذاتها وإنما عن طريق العمل. فمثلا منذ مراحل محاكم الكتشاشة الأولية، فكانت أعطي لها الفضل في حل آلاف وآلاف القضايا التي ارتكبت من إبادات عرقية وقتل، لكن إنهم أنهوا جلساتهم في 2010، فبدأوا بقانون الأبونزي، حيث القانون يمكن أن يوفر بسبل مختلفة، حيث عن طرق ناس وجهاء المجتمع الذين يحلون النزاعات الكبرى والاجتماعية، منها الزواج وحتى بعض العنف الجنسي الذي قد تحصل في المجتمع، يحاولون فيها حل أو تقليل الفجوة ما بين المنظومات التقليدية من المحاكم وإحلال محلها في حل المشاكل. كلها أفكار مفيدة، وحول البلدان المختلفة بتجاربها المختلفة، وأيضا التواصل التوصيلات والروابط ما بين المنظمات المختلفة القانونية. ف
كيفية الاستعانة مرات بالسبل القانونية المختلفة لحل حياة الناس. فالاحتياج إلى التعددية في السبل في حل القضايا والمشاكل والتي تمتلكها الكثير من البلدان والمجتمعات، فنرى فيها آليات مختلفة لحل المشاكل، للتعامل مع التحديات الأمنية أو مشاكل يومية مثلاً من خلال التوسط والتفاوض. أود أحبيت النقاط التي ذكرتيها، أنه مرات أنه كيف تنجم ونرث منظومة ما مفيدة تأتي من أزمة ما، أو مثلا قضايا العائدين إلى أراضيهم، أو حتى جائحة الكوفيد التي أدت إلى نموذج معين، فكيفية الاستجابة لها الوقائي أدت إلى التواصل الأكثر ما بين المجتمع. فكل الآذان الصاغية إلى أفواه المجتمع أدت إلى إثراء المنظومة وأعطت نسبة ودرجة معينة من الوصول إلى القانون من أجل العدالة. فشكرا على هذه الملاحظات الأولية. أذهب إلى العميد كوالي الآن، لديك ربع ساعة سيدي، ثم ننتقل إلى جانب الأسئلة. هل يمكنك أن تتحدث عن المحاكم العسكرية والعدالة العسكرية والمربوطة بالحياة المدنية تلعب دور في حياة المواطنين، وكيف يمكن القطاع الخاص ومسؤوليها على أن يصلوا أو يوسعوا عملهم في هذا المجال؟ فهي منظور مختلف وزاوية مختلفة، لكنها أعتقد ستلعب دور تكملة الصورة الإجمالية حول موضوع العدالة وروابطها وتشعباتها. مرحبا للجميع. شكرا كات، سأستجيب على السؤال، لكن قبلها دعوني أخاطب العنوان الأبرز والواسع لهذه الجلسة حول الوصول إلى العدالة. حبيت أن أبرز أهمية الوصول إلى العدالة من ناحية الجانب الأمني. أولا، إذا لدينا الوصول إلى العدالة، هذا تعني أننا نحاول أن نجزئ وأن جانب القانون، وأنه لا نترك القانون والعدالة بيد الناس، وهذا تعني أننا نطبق القانون، وإذا احترمنا القانون فنحن نعمق الديمقراطية. لو نعمق الديمقراطية سنولد السلام والتنمية، وهذا تؤدي إلى إنتاج الأهداف التنموية المستدامة. كيف نفعل ذلك؟ نفعل ذلك عن طريق المحاكم بوجودها، فيجب أطراف المصالح أن تكون قادرة على الوصول إلى المحاكم، وأن لا تكون المسافات بعيدة، وأن لا يكون بالتسويق تسوق وراء المحاكم مختلفة. وأهم من هذا موضوع الوفرة، وفرة الحلول والعلاج، وعلينا أن نكون قادرين على فرض قرار المحاكم كي نرى ونستفيد من ثمار القرارات القضائية. فمثلا إذا واحد خرق القانون يجب أن يعاقب بشكل عادل لتطبيق القانون. لكن لجواب على السؤال، دعوني أولا أبرز الفارق ما بين العدالة العسكرية وما تسمى بالقانون الوطني المدني، لأن هنالك التباس وخطأ. العدالة العسكرية عادة تعني القانون المربوط بالقوات المسلحة، فيجب أن يكون في محكمة عسكرية تجعل الناس خاضعين للمحكمة العسكرية، فليس كل مواطن سيكون خاضعا للأحكام العسكرية. فالأحكام العسكرية تشمل القواعد الضبط والربط بالنسبة للجيش، وأثناء وجود نزاعات عسكرية، وأي شيء مرتبط بالحياة العسكرية. والتي هي العدالة العسكرية. لكن الأحكام العرفية بالجانب آخر هي عبارة عن أسلوب في فرض القانون عندما يحصل حالة افتقار القانون في البلد، فحيث يدخل الجيش وتفرض أحكامها. فمثلا إن حلت الحكومة وانشلت المؤسسات الحكومية الآن.
عندما يأتي إلى العدالة العسكرية، أول شيء يجب أن نفهمه هي إن هي بند موجود في معظم القوانين. لو نظرت إلى وقرأت لائحة حقوق الإنسان واللائحة الأفريقية والحقوق السياسية، تجد هنالك مبدأ أنه لا أحد فوق القانون، وهذا المبدأ تشمل أنه ولا في مؤسسة أيضا فوق القانون، فكل مؤسسة يجب أن تكون خاضعة للقانون. هذا ليست موجودة في كافة الهيئات العسكرية، ويعتقدون أن الجيش فوق القانون. بصراحة ما في أي شخص أو هيئة أو مؤسسة فوق القانون. ما يجب أن نفهمه هي أن كل شخص لديه حق للوصول إلى المحاكم لحل مشاكلهم. الآن معظم الجيوش تفهم بأن الناس لديهم الحق على الوصول إلى المحاكم والعدالة، لهذا لدينا حتى أنظمة قانونية عسكرية حتى. لكن ما لا يفهمونه أن نظام العدالة العسكرية يجب أن تكون مستقلة. الفارق ما بين العدالة العسكرية هي والفارق ما بين المحاكم المدنية أن المحاكم العسكرية تركيزها على الإجراءات العسكرية وقوانينها من ناحية الضبط والربط، مثلا الضبط والربط العسكري للتأكد بأن القوات المسلحة منضبطة ومطابقة للإجراءات الأمنية، حيث الجوانب الأخرى تنظر إلى العدالة بمعناها البحت. لكن فارق آخر أو تحدي لدينا تواجهنا في القوات المسلحة أن القادة مثلا العسكريين لديهم قوة استثنائية، ويعتقدون أن بيدهم العدالة العسكرية وهم كأنهم قضاة عسكريين. لكن أو موضوع حقوق الإنسان، وإذا أنت مستمتع بحقوق الإنسان فهذا يرفع سؤال حول العدالة العسكرية. لكن إذا فهمنا أنه ليس هناك أي مؤسسة فوق القانون حتى وحتى العدالة أو العسكرية لا يجب أن تكون فوق القانون، يجب أن يكون هناك اختبارات صارمة من أجل أنه ليست هناك اختراقات لحقوق الإنسان وأن ليس هناك حدود. الفرق ما بين العدالة العسكرية والعدالة المدنية هو أن أكثرية أنظمة العدالة دائما يركزون على المتابعين القضائيين، وليس هناك أقسام في العدالة العسكرية التي فيها أقسام من أجل القيام بذلك. وهذا تحدي في ملاوي على سبيل المثال، لدينا هذا التحدي. نحن نعمل يوما ليلا ونهارا مع كل الجهات الفاعلة. هناك أيضا وثيقة تفاهم بين كل الأقسام من أجل أن يكون للضباط أو الذين لا يثقون، مثلا لا يثقون في نظامنا القضائي، أو من أجل أن يكون لديهم وصول أو ولوج أحسن للعدالة. التحدي الآخر الذي نرى هو الانتشار. نحن نعرف كلنا على أن جهل القانون هي مسألة مهمة، فكيف يمكنكم أن نتعامل مع ضابط الذي مهمته الأساسية هو أن يعمل في مجال أن يعمل في مجال المعرفة معركة؟ كيف يمكننا أن نفهم كل مكونات الجريمة؟ كيف يمكن أن للجهات الفاعلة أن يفهموا كل هذه الخصائص؟ من المهم أن ننشر القانون، أن نتأكد من أن الضباط على دراية بالقانون، ويجب أن يكون هناك مفهوم أحسن بالنسبة للقانون، خاصة عندما نتحدث عن ما يجب أن نقوم به وما لا يجب أن نقوم
به. السؤال الثاني السيدة كات، كيف يمكننا أن نوسع الوصول إلى أنظمة العدالة بالحقيقة فمن المهم أن للإجابة على هذا السؤال أن ننظر إلى نظام أنظمة المتابعة القضائية وأنظمة الدفاع، وأن نرى أن هناك حقيقة بالنسبة لتعزيز مفهوم القانون بعينه. سوف أعطيكم مثال ليوغندا. المارشال أو نظام المارشال كان مهم جدا من أجل أنظمة متابعة الجرائم القانونية. ففي هذا المجال في يوغندا كانت هناك عقوبات على أساس الجرائم التي ارتكبت، وكان هناك ضرورة لتوسيع أنظمة العدالة عبر فهم القانون. ففي يوغندا كل قوات الدفاع استطاعت متابعة بعض الضباط على بناء هذه المكونات. أنا مبهر بالعدالة في نيجيريا وفي أنظمة القضاء أو المحاكم في نيجيريا، خاصة في القوات الدفاع وفي القوات الجوية وفي المحاكم وغير ذلك. في المحكمة القضائية هي قوية جدا في نيجيريا وفي بوروندي على سبيل المثال. كاميرون لديهم قضاة في المجال العسكري، حتى في هذا المجال، وهذا شيء يجب أن نفكر به في إطار قدراتنا. هناك أيضا قضايا التحفيزات، كانت هناك تحديات بالنسبة لهذه القضايا. مثلا هناك مدافعين أو محاميين في هذا المجال، وبالنسبة في بعض القضايا المحامون غير محفزون في العمل في المجال العسكري. فما قمنا به في ملاوي هو أن نتعامل في إيدا السور. فإذا كان هناك محامي يود إلى مثلا انضمام إلى القوات الجوية، قمنا ببعض العمليات في هذا المجال. حاولنا في بعض المجالات أن يكون هناك تخصص من أجل تعزيز الولوج إلى أو المحافظة على هؤلاء المحامين. بالإضافة إلى ذلك واجهنا هذا التحدي في ملاوي وأيضا في البوتسوانا. وجدنا أن هناك تبني لبعض تدريبات التخصص وتعزيز وأيضا تشجيع المساعدين القانونيين ضمن في المجال العسكري. فإذا كان هناك بالنسبة للمساعدين القانونيين فرصة لالتحاق بمركز بتعزيز مواقعهم عبر مثلا الالتحاق بمراكز أو مناصب المحاميين، فهذا حقق اعتبر بمجال تحفيز. أيضا هناك أيضا في الآونة الأخيرة تأسيس لمراكز قضائية في واشنطن دي سي التي فيها تدريبات من مركز كتاب الضبط إلى ما فوق. فإذا هناك تدريبات لكل هذا الطاقم الإداري من أجل التواصل بالمساندة من طرف الحكومة الأمريكية. إذن هناك مبادرات استعملت في هذا المجال. من أجل الوصول إلى خاتمة مداخلتي، أود أن أركز على فكرة أولا التدريب. التدريب يجب أن يكون لصالح كل المستفيدين وكل المحامين والمستفيدين. إنها ميزة أساسية التي من خلالها يمكن أن يكون ولوج للعدالة. رقم اثنان انتشار. يجب أن تكون هناك دراية حقيقية بالنسبة للقانون، رفع الوعي بالنسبة للقانون، فهم لدور
القانون، ما يجب القيام به، ما لا يجب القيام به. عندما نتحدث عن العدالة العسكرية لا يجب أن نفقد النظر بالنسبة لمثلا القانون، حقوق القانون الدولي ونزاع حل النزاعات. عندما نتحدث عن العدالة العسكرية نتحدث عن مثلا القضايا اليومية، ولكن يجب أن تكون هناك مثلا أشياء لها علاقة بأدوار عسكرية أو عمليات عسكرية وغير ذلك. هذا يمكنه أن يكون ممكن فقط في مجال قضائي. يجب أن يكون هناك فهم لمبادئ التمييز، أن يكون هناك فهم للعناصر المتعلقة بالمعركة، بالمجال المدني وغير ذلك. رقم ثلاثة، هناك المسألة المتعلقة بالتفسير. أكثرية ضباطنا لا يتحدثون اللغة الفرنسية أو الإنجليزية بشكل جيد، فإذا يجب تزويد الترجمة في هذا المجال من أجل خدمات الترجمة، من أجل وتدابير أساسية من أجل المساعدة في إطار التشغيل. من المهم أن يكون هناك تشغيل الأحسن، ولكن يجب الحفاظ على من نشغل. إذن يجب أن يكون هناك تحفيز من أجل الحفاظ على أحسن مساعدين قضائيين وأحسن المحامين في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون هناك أن يكون هناك نهج تقني مهم من أجل أن نعزز المجال القضائي. في ملاوي على سبيل المثال يجب أن تكون هناك أن تكون هناك فكرة أنه من الضروري أن نتذكر أن المجال العسكري هو ضمن المجال الوطني ومن النظام الوطني. إذن يجب أن يكون هناك نهج حيث من خلاله يكون هناك ضرورة لمبادرات التدبير أو التمرين والتدريب. ملاوي، كينيا، تنزانيا، الموزمبيق وموزمبيق لديها مبادرات، وهم يتبادلون اختصاصات قضائية. على سبيل المثال نحن تحدثنا في إطار زامبيا بخصوص ذلك. الملاوي هي بلد صغير بنسبتها السكانية، فأنا على سبيل المثال أعرف كل الأشخاص الذين يعملون في إطار المحاكم، وقد يكون من الصعب أن تكون هناك ملاحقات قضائية لشخص أو آخر. إذن يجب أن تكون هناك تدابير حيث فيها المتابعين القضائيين يتبادلون الخبرات من بلد إلى آخر، وأن تكون ترتيبات لهذا المثيل. أود أن أضيف أيضا أن هناك مبادرة معروفة تحت اسم ندوة عسكرية، حيث يتم فيها تبادل أحسن الممارسات بين الخبراء العسكريين. أكان الأمر متعلق بأشياء لها علاقة بالعدالة العسكرية أو غير ذلك، فبالإمكان الانضمام إلى مثل هذه الندوة وتبادل الخبرات. في إطار ذلك كيف يمكننا أن نقوم بهذا؟ كما قلت من قبل ذلك، نحن لدينا تمييز بخصوص الملاحقات القضائية، فقد لا تكون الأمور سهلة في بعض المجالات، ولكن من المهم أن نتتبع ذلك، وأيضا أن ندير هذه الملاحقات القضائية في إطار اختصاصات قانونية أساسية. النقطة هي أننا يجب أن يكون تعزيز لقسم الدفاع من أجل بناء الثقة للضباط الذين يخدمون. يجب أن تكون هناك نفس القدرات
أيضا الملاحقة القضائية. شكرا جزيلا لانتباهكم، وأنا أستطلع لحصة الأسئلة والأجوبة. شكرا جزيلا أيها الجنرال كوالي، لقد تفضلت بعرض بعض النقاط المهمة، خاصة عندما تحدثت عن نقطة أهمية قوة بعض الميكانيزمات والنماذج الأساسية في المجال المدني أو العسكري، لأن هذا مهم جدا لتوسيع الوصول إلى أنظمة القضاء من أجل معالجة القضايا الأساسية، خاصة عندما يتعلق الأمر ببعض الضباط العسكريين الذين يقومون بأعمال غير جيدة. أكان الأمر يتعلق في بعض البلدان التي تتميز بالنزاع أو غير التوترات. هناك أسئلة على خانة الدردشة، سوف نحاول أن نعالجها. تفضلوا بطرح أكثر أسئلة على خانة الدردشة، وسوف تكون لدينا ساعة كاملة لنقاش مفتوح، حيث نستطيع أن نجيب على بعض الأسئلة بعد تتمة هذا العرض. الآن سوف ننظر إلى الأسئلة. السؤال سوف نحاول أن يحاول المتدخلين الثلاث أن يطرحوا الأسئلة. أولا، هناك سؤال على الدردشة. لوري تفضل بأخذ هذه السؤالة. يقول بأنني أنا في دي آر سي في عملية بناء السلام، وأنا أعمل في إستن في شرق كونغو، وكل ماذا يمكننا أن يكون في هندسة العسكرية في للتأكد من أن الناس يستطيعون الولوج إلى العدالة، وأن يكون إدماج أكثرية أو أصحاب المصلحة. فلوري، هل بإمكانك معالجة هذا السؤال؟ لا أعرف إذا ما كان هذا ممكن. أنا أعرف أن هذا ضمن في الدي آر سي أو في الكونغو مهم جدا. السؤال الثاني بالفرنسية، باللغة الفرنسية. السؤال الثاني هو كالتالي، وهو له علاقة بالوصول إلى القضاء وكونه مشكل بالنسبة للفئات المهمشة والسكان الأصليين مثل النساء، مجموعة النساء الذين ينقصون الأدوات الأساسية لتأمين المجتمع، حيث يكون في هذه النساقات التي يكون فيها الولوج إلى القضاء صعب جدا. هناك أمثلة لجمعيات أو مساعدين قضائيين الذين يستطيعون رفع الوعي في هذا المجال. أنا أتساءل ما إذا كانت مارثا تستطيع أن تجيب على هذا السؤال. لوري ومارثا، ما رأيكما بالنسبة لمجموعات النساء وبعض الفئات المهمشة، وما هي الميزات لبعض ما هي الميزات التي يمكن أن تستفيد منها من أجل تعزيز والعلاقة الوصول إلى العدل؟ هناك سؤال ثالث. دقيقة، أنا أبحث عن السؤال. في بعض البلدان ما بعد الاستعمار مثل الكونغو وغير ذلك، الأمم المتحدة اقترحت هذه أولئك الثوار السابقين يصبحون ضباط في الجيش ويعفون من الإدانة. ألا تعتقد أن هذا عبارة عن ممارسة غير قانونية وتكون جو من الإعفاء من القانون من ناس ارتكبوا جرائم وتزيد من النزاع؟ فهذا سؤال لكم. وأخيرا أرجع إلى السؤال الآخر. هنالك ملاحظة من شخص في السنغال، حيث في السنغال المسؤولين العسكريين والمدنيين خاضعين لنفس الدائرة القانونية. فدان كوالي، ماذا تعتقد بالنسبة لهذا الموضوع عندما يقارن بالنموذجين
مقارنة بالبلدان الأخرى حيث المحاكم العسكرية والمدنية منفصلة عن بعضها في فحوى، إذا تجيب على السؤال في فحوى أمني، ولدينا أسئلة كثيرة فسنحاول إذا كان بالإمكان أن كل واحد منكم أن يجيز الإجابة على هذه الأسئلة قدر المستطاع. لوري، لدينا سؤال حول الجي دي اس ثيوري وكيفية الوصول إلى العدالة، السؤال حول المرأة في المجتمعات المهمشة وما مخاوفهم. مارثا، نفس السؤال عن موضوع المرأة والتهميش، والسؤال الآخر حول موضوع إعادة اندماج الفئات ما بين النزاع، وأيضا العميد كوالي سؤال حول كيفية إعادة الثوار الذين ربما ارتكبوا بعض الأشياء أثناء الثورة وكيفية إدخالهم إلى الجيش وإعفائهم من المعاقب القانونية لاحقا. فإذا بالإمكان 3 إلى 4 دقائق لكل واحد الإجابة على السؤال. فيما يتعلق بالنسبة هنالك تقاطع في الصوت، آسفين لا يمكن أن نسمع. أولا إن هنالك لدينا فائدتين لهذا، فهي تأتي بحلول أقرب ما بين الأنظمة فتساعد التعداد السكاني على فهم عمل النظام القانوني. صحيح إنها مكلفة كإجراء توعية المجتمع، يعني الأطراف المتنازعة، الشهود، ولذلك الكثير من البلدان لم يعودوا يشملون هذا الأسلوب في وسائطهم، لكن عندما يمول هذا العملية فتكون مثمرة جدا. هنالك أيضا جانب المحاسبة للنظام القانوني والجيش والشرطة، مع الأسف الشرطة الموجودين الذين هم قمعيين جدا في أساليبهم اليومية، فهذا العلاقة ما بين أولئك الشرطة والتعداد السكاني، كي نطلب من هيئات الشرطة أن تتأكدوا بهيئاتهم أن تكون لها تمثيلية مواطنية من أجل المحاسبة، أو جعل الشرطة محاسبين لحركاتهم. أيضا التكنولوجيا، أعتقد أنه من المؤسف أن التكنولوجيا لا تستعان بها أكثر. في مالي هنالك 20 مليون مواطن، وأكثريتهم لديهم تلفون يشترون بها ويتسوقون، وأن من المؤسف أن هذا التلفون لا تستعمل لترويج العدالة، الوصول إلى العدالة. ففي مالي بدأنا بأول قواعد تكنولوجية تلفونية للوصول إلى العدالة عن طريق الناس، عن طريق المكالمة الرسمية أو عن طريق آب على التلفونات الحديثة. فعندما يأتي السؤال للموضوع حماية المحليين والجهات المستضعفة في المجتمع، فأعتقد اليوم أن النساء الذين فالتي طرحت السؤال هنالك حلول، فهي عضوة لهيئة محاميات بلدها. فالنساء والجهات المستضعفة يجب أن يحاولوا السبل للدفاع عن أنفسهم وأن يكونوا السبل لتمكينهم أو لحصولهم على الاستقلال المالي. معظم الجرائم، معظم الناس هم ضحايا عدم الاستقلال المالي، أي الفقر
أو الناس الغير متعلمات، فإذا أعطيتهم الاستقلال المالي والتعليم أساسها فقط كي يعرفوا مثلا كيفية القراءة والكتابة، فهذا بهذه العوامل المرأة بإمكانها أن تدافع عن نفسها. وبالطبع التكنولوجيا أيضا التي هي مهمة جدا والتي تجعل التعداد السكاني وأعضاء المجتمع معتمدة أو يستندون إلى التليفون، ويمكن للناس أن يتصلوا بالتليفون ويطلبوا المساعدة. والنساء تكون حوالي 40% من الناس الذين يتصلون بمراكز الإغاثة، والناس مسرورين بالنظام. تقريبا نسبة الرضا حوالي 90% من مستعملي هذا النظام أو نظام الموبايل آب. ومراكز التليفون تظهر أن التكنولوجيا وسيلة مفيدة لا يمكن الاستغناء عنها، وهي في جيوب جميع الناس طبعا. شكرا جزيلا لوري للإجابة على هذا السؤال. فلنحول إلى مارثا. شكرا دكتور كيلي. على السؤال ماذا يمكن أن نفعل من أجل تأمين أن لا تحرف النظام القانوني السائد حقوق المرأة والفتيات، أحدها عن طريق تأمين، إنه مع أننا نعترف وندعمهم نطعم، فأن تظل في روابط وصلة وتفاعل معهم وبناء القدرات، وأيضا توعية جوانب موضوع الاندماج الشرائح المختلفة. فالآليات ومنظمات كثيرة تعمل جهود كثيرة خاصة عن طريق تدريب على موضوع الفهم والحساسية تجاه الجنس الآخر، عندما يأتي إلى موضوع العنف الجنسي التي هي. وأيضا من ناحية التأمين، أن تمثيل المرأة في هذه الهياكل والهيئات، تقليديا في هذه الهيئات كثيرا ما كانت استثنائية، لكن لحسن الحظ بسبب الشمولية التي فرضتها الحكومة. فمثلا في رواندا اليوم هنالك احتياج إلى تمثيل 50%، 50 و50% على المستوى المحلي. إذا ذهبت إلى الصومال حيث تحدثنا على لجنة ترويج العدالة، هنالك تركيز على جعل النساء متمثلات في المناصب التمثيلية، وليست فقط أن تكون المرأة مستلمة للخدمات، وإنما أن تكون هي في عملية صنع القرار. وبالنسبة للمجتمعات صنع القرار، فأن تكون هذه النواحي كلها من ناحية الإنسان والمرأة أن تكون مشمولة. فمثلا الوسائط البديلة لحل النزاعات، هذا يسمح بالنظر إلى أفضل الممارسات والدروس التاريخية للاستفادة منها، وأن نحسن ما هو ناجح وفاشل من أمثلة، وتحسينها دائما. وكيفية تحويل موضوع الميليشيات إلى الجيوش في المجتمعات التي مرت بمراحل عسكرية، يجب أن لا يكون في إعفاء مطلق. أعتقد عامة هنالك أنه قناعات دائما تجادل ضد الإعفاء أو العفو العام، فنحن لا نتحدث عن دمج وإدخال الجميع، وإنما دمج وإدخال الناس الذين ما عندهم أي قضايا ضدهم من هيئات في ميليشيات أو جهات معينة لم يرتكبوا أشياء. ففي هذه الحالات ليسوا مؤهلين للاندماج الرسمي وجعلهم ضمن القوات المسلحة. أعتقد الاندماج صممت في البداية لوسيلة علاج بعض الشكاوي الموجودة، لكن يجب أن لا تكون
يعني خالية أو غير متطرقة إلى جوانب حقوق الإنسان والخروقات الفعلية التي حصلت قبلها في بعض الخلافات أو معظم الخلافات التي حصلت في القارة عادة منذ 2000. فبدأوا يبتعدون عن الإعفاءات العامة أو العفو العام خاصة للناس الذين ارتكبوا أشياء في الماضي. أتوقف هنا، شكرا. Thank you so much, Dr. Martha. شكرا دكتور مارثا. العميد كوالي، نعطيك آخر كلمة هنا وأعطيك 30 ثانية لكل واحد منكم، وأعطي لمسة سريعة للسؤال ونأتي إليك سيد كوالي. فعودة بعد كلمة الدكتور كوالي، لدينا أسئلة كثيرة، فابقوا معنا لجانب النقاش ما بعد الجلسة. There was a discussion of what are other strategies. كان في نقاش حول الاستراتيجيات الأخرى الموجودة التي يمكن أن يمارسها المسؤولين والشرطة لغرس الثقة. فسأطرح هذا السؤال للجميع، يعني شيء بعيد عن الشرطة الاجتماعية، شيء آخر، فكرة جديدة مثلا كي نوسع من الوصول إلى العدالة. فسيكون 30 ثانية لكل واحد منكم للإجابة على السؤال، فنبدأ بجنرال كوالي أولا، فسنعطيك 3 دقائق للإجابة على الأسئلة التي سبقتها. كات، هل أنا دوري؟ نعم، تفضل سيادة العميد. كان في سؤال آخر لم أجاوب عليها. نعم، افعل ذلك أولا ثم نبدأ بالدورة 30 ثانية. سأسرع للاستمرار على روحية السؤال التي جاوبت عليها مارثا. يعني في مرحلة معينة، إنه في معاهدة جنيفا البروتوكولات الموروثة تشجع الأوعى العفو بأوسع شكل لها، وسبب ذلك هي من أجل تأمين أن هذا تنجز بأسرع ما يمكن. لكن أو النقطة أنه القانون تفرض بأنه يجب أن لا يكون في عفو عام مطلق، خاصة للناس الذين كانوا في ميليشيات ارتكبوا جرائم. مرات أخرى عليك أن توفر تعويضات للمتضررين بقدر ما تعاقب، يجب أن توفر تعويضات مرات. فالأمم المتحدة في الكونغو طورت نماذج جيدة لهذا النوع من الأمثلة الإعادة للاندماج. وما هو جوهري ومهم هنا، أهم شيء ضروري هو معالجة الظروف التي يجب حلها، ظروف هؤلاء الأشخاص في إطار إعادة الإدماج. يجب أن تكون هناك تسوية، يجب أن يكون هناك معالجة الظروف التي يعيش فيها هذه الأفراد. أهم شيء يجب أن يكون هناك تتبع ومتابعة لهؤلاء الأفراد وتأكد من عدم الرجوع إلى العادات السيئة. بمناسبة الحديث عن العدالة العسكرية وكل القضايا المتعلقة بهذا المجال، أولاً ضابط هو مدني أولاً وقبل كل شيء، قبل الالتحاق بالمجال العسكري وقبل أن يصبح عسكري. كل الأفراد، كل الجيش كلهم يجب أن يكونوا ضمن هذه الاختصاصات القضائية المدنية، وهم أيضا لهم علاقة بالمجال العسكري. فالمجال العسكري يجب أن يقود بالمثال، والاختصاصات القضائية هي مهمة في هذا المجال. يجب أن أكون واضح، هذا لا يعني أن كل المدنيين هم يمكن أن يطبق عليهم المجال العدالة العسكرية. إذا كان هناك، إذا كذبوا في إطار محكمة مارشال أو مثلا، إذا فيمكن أن تكون يتابعون حسب قانون المارشال. أود أيضا أن أوضح على أن الجيش هم دائما يعاقبون حسب القانون العسكري،
ولكن بالنسبة لبعض الجرائم الخاصة مثلا بعض ال بعض العقوبات لا يمكنها أن تعالج في إطار بعض المحاكم المرشال في مالاوي وغير ذلك. هناك كل الجرائم التي ترتكب من طرف الجيش يجب أن تتابع. أيضا هناك بعض إذا كان هناك مثلا فرد جيش مثلا ارتكب جريمة معينة وإذا كان هناك دليل يجب أن نبحث عن الدليل من أين أتى الدليل وغير ذلك. في مثال ملاوي على سبيل المثال هناك أيضا كان هناك بحث عن بعض القضايا في إطار القتل وغير ذلك. فنحن يجب أن ننظر إلى كل القرارات التي تؤخذ عندما يتعلق الأمر ببعض الحالات. العدالة أو القانون يجب أن لا تعطي امتيازات بالنسبة للأشخاص الغنيين. بالنسبة لولوج القضاء والوجود إلى العدالة يجب أن نفهم من أن العدالة فيها مخاطر فيها وأن المسار يجب أن يطبق فيه القانون. الولوج إلى العدالة مهم جدا، يجب أن يكون مفهوم لذلك. الحكومة يمكن أن يدرب كل المساعدين القضائيين والقضاة وكل يجب يقوم القيام بتدريبات الأساسية ومن أين من 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 أجل تفادي الرشوة من أجل أن في هذا القطاع. هناك أيضا حاجة لسند وتقديم السند الأساسي لكل أقسام العدالة وأن تكون هناك خدمات قانونية متوفرة في مثلا الملاوي وفي بلدان كثيرة. هناك برامج من أجل الدفاع من أجل منح بعض الخدمات المجانية وبعض فالمحامين لديهم مسؤولية لتزويد السند الأساسي السند الأساسي المجاني بالنسبة لبعض المجتمعات المحلية. يجب للمواطنين أيضا أن يكونوا على دراية بالقانون بالطريقة التي يمكن أن يدافعوا فيها عن حقوقهم في أكثرية المؤسسات في البلدان الديمقراطية. يمكنها أن تعطي أن تمنح هذه الخدمات المجانية التي هي مهمة جدا وتحدثنا عنها في أكثرية المجالات. في آخر المطاف هناك سؤال على خانة الدردشة. شخص ذكر أهمية تجنب المنافسة ما بين بعض الأفراد. الخدمات القانونية أو يجب أن تفهم بأنها ليست هناك من أجل التنافس مع بعضها البعض ولكن من أجل التنسيق والمساعدة. هناك دور يجب القيام به على أحسن وجه ومن الضروري أن تكون هناك تمارين حيث فيها الدرك والشرطة يمكنها أن تعمل معا من أجل فهم طريقة تعاون وليس منافسة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أيها الجنرال كوالي. لدينا بعض الأسئلة على خانة الدردشة، عفوا لا يمكنني أن أعالج أكثريتها ولكن إذا كان هناك أفراد مهتمين بالجلوس معنا بعد انتهاء الندوة لمدة ساعة فيمكننا استمرار الحديث وجمع تفاعلاتكم بالنسبة للتفاعلات التي تمت خلال الندوة. هناك عنصر أساسي مهم بالنسبة للموضوع الذي عالجناه. هناك فكرة خدمات قانونية مجانية في إطار النظام القانوني، أكان هذا عبر بعض نماذج أيضا الوساطة أو في المحاكم أو بعض الفضاءات الأخرى. أيضا هناك مجتمع المدني ولا يمكن أن يلعبه في الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني لتوسيع الولوج إلى القضاء وتمرير
المعلومات لأفراد المجتمع. أيضا هناك أيضا منافع استعمال خدمات القضائية، أكان الأمر يتعلق بالنساء أو الرجال، أكان الأمر يتعلق بفئات المختلفة للمجتمع. هذا يعتمد أيضا على السياق، لأن هناك أيضا تكاليف بالنسبة لكل شخص، هناك مهمات متعددة، وأيضا هناك كثير من العناصر داخل النظام، نظام العدالة التي يمكن أن تعمل مع بعضها البعض من أجل توسيع الوصول إلى العدالة وتشجيع الطريقة التي يمكن أن تعمل بها كل هذه القضايا. الآن أود أن أقول أننا فتنا الندوة بدقيقتين. أتمنى أنني لخصت كل العناصر الأساسية التي قدمتها الدكتورة مارتا كوالي، وأيضا المتدخل الدكتورة مارتا موري لوري، وأيضا المتدخل الثالث. شكرا جزيلا لتدخل.